أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وجولة جديدة في أخبار عدد من المحافظات، ونستهلها بعناوين أبرز الأخبار. عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر بعد موجة من السيول والأمطار الغزيرة. ومحافظ مطروح يلتقي مستثمري منطقة الساحل الشمالي لبحث آفاق الاستثمار والتنمية بالمحافظة. طلاب بالمرحلة الابتدائية في محافظة الشرقية يرفضون خوض امتحانات منتصف العام بسبب عدم استلامهم الكتب المدرسية حتى الآن. مرحبا بكم من جديد، ونبدأ جولتنا من محافظة البحر الأحمر، حيث عادت الحياة إلى طبيعتها في مدينة رأس غارب بعد موجة من السيول والأمطار الغزيرة. وقالت تقارير غرفة العمليات بالمحافظة إنه تم إعادة التيار الكهربائي إلى المدينة بعد انقطاعه بسبب الأمطار الغزيرة، كما تم تشكيل لجنة لحصر الخسائر الناجمة بهدف تعويض أصحابها في حالة تضررهم. وينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي كمال رشاد. كمال، بداية، هل صدرت أي تقارير حتى الآن عن حجم الخسائر الناجمة عن تلك الأمطار؟ لم يتم الإفصاح عن أي شيء محمد، بحيث أن اللجنة المشكلة من اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر التي ضمت إدارة الأزمات وإدارتي الشؤون القانونية والمالية لحصر المنازل التي أديرت من السيول لم تخرج حتى الآن أي تقارير بشأن هذه الخسائر، وإن كانت لا توجد خسائر كبيرة. أيضا ما زالت سيارات ومعدات الوحدة المحلية تسابق الزمن في شط المياه التي تراكمت بغزارة أمام المصالح الحكومية وفي معظم شوارع المدينة، نظرا لعدم وجود بلاعات يتم صرف المياه فيها. ولكن في المجمل الحياة عادت إلى طبيعتها كما ذكرت في مدينة رأس غارب والتي تقع شمال محافظة البحر الأحمر بعد أن ضربتها السيول والأمطار الغزيرة، حسبما أفادت تقارير لغرفة العمليات في المحافظة الرئيسية. أكدت هذه الغرفة أنه تم إعادة التيار الكهربائي وبدأت المخابز ومحطات الوقود العمل بكامل طاقتها. أيضا بدأ الطريق الرئيسي الشيخ فضل وهو طريق المنيا البحر الأحمر في العمل بعد أن قامت معدات هيئة الطرق بإصلاح بعض العيوب في الطرق. أيضا بدأ منذ الأمس فتح في القاهرة البحر الأحمر. نعم محمد، أشكرك شكرا جزيلا. الصحفي كمال رشاد كنت معنا من محافظة البحر الأحمر. وإلى محافظة الشرقية، حيث رفض طلاب المرحلة الابتدائية بمعظم المدارس على مستوى المحافظة إجراء امتحانات النصف الأول من العام المقررة مطلع الشهر المقبل، وذلك لعدم استلامهم الكتب المدرسية الخاصة ببعض المواد حتى الآن. قد أرجع مسؤولون بمديرية التربية والتعليم بالشرقية سبب في ذلك إلى وجود نقص في تلك الكتب وعدم ورودها من قبل وزارة التربية والتعليم. ولمزيد من التوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف سعيد عدلي محمد، سكرتير مدرسة المكرمية الابتدائية. سيد سعيد، بداية، ما هي عدد المواد التي لم تصلكم كتبها حتى الآن؟ في البداية أحب التوضيح. أنت حضرتك ذكرت في الخبر إن الطلبة رفضوا الامتحان، لكن الفكرة مش رفضوا، إحنا بنطالب بالكتب المدرسية اللي لم تسلم حتى الآن. يعني لكن احنا لم نصل حتى الى مرحله الرفض. يعني معنى ذلك ان هناك حاله من الانتظام طبيعيه في المدارس وان الطلاب سيتوجهون الى اداء الانتظام، ولكن يسودها غضب من اولياء الامور عشان طلابهم او اولادهم ما استلموش كتب. طيب، مثلا ماده اللغه العربيه. لكن السؤال هنا لماذا؟ يعني هم بيقولوا الماده الثانيه في الدستور اللغه العربيه المصدر، اللغه العربيه دين الدوله، اللغه العربيه لغة الدولة والدين الإسلامي. طيب، مصدر التشريع وكده. طب فين اللغة العربية؟ فين كتبها أصلا في المدرسة؟ طيب أستاذ سعيد، أنا دلوقتي في سؤال ملح، وهو لماذا تأخرتم حتى هذه اللحظة؟ لماذا لم تبلغوا المسؤولين بذلك منذ بداية العام؟ لماذا لم تتخذوا، عفوا دعني أكمل السؤال. نعم، يقولوا ما فيش، ما المطلوب مني، وقدمنا شكاوي ومعانا ورق يثبت إن إحنا بنروح وبنرجع من غير كتب أصلا.
معانا ورقه. انت لما انت عشان تروح تجيب كتب من المخزن كده بيدوك اذن، يا اما في يا اما ما فيش، بيقول لك ما فيش ويكتب لك بعد، يعني تعالى بعد كده، بعد معنى اذن بعد. هم بيفهموا كده الناس اللي هم دارين وهم خدين الكتب. السؤال هنا ان الناس القائمين على المخازن اللي هي تحت الكتب واللي ماسكين مديريات التربيه والتعليم اللي هم في الشرقيه المسؤوليه الحاجات دي، المفروض يعني مش عارفين ان في ثوره قامت في البلد ومش مهتمين باي حاجه. نعم، طيب ما هي عدد المواد التي لم تصلكم كتبها حتى الآن؟ هل هي اللغة العربية عدد فقط؟ عدد الأصناف التي لم يورد فيها كتب ولا حتى ورقة جلد النهارده، لحد النهارده مادة اللغة العربية، مادة اللغة العربية في الصف الرابع الابتدائي، ومادة الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي، وتربية إسلامية للصف السادس، وباقي لنا 31 كتاب من إجمالي 103 دي رياضيات الصف الخامس. نعم تمام؟ نعم. انا اطالب السيده الدكتوره صفيه المساح ان هي يعني تساعد ان احنا نخلص، لان الامتحانات فاضل اسبوع، يعني احنا هي مش صادره ان الاهالي يحكموا عن الامتحان، منتظره ان الاهالي يهجموا يبهدلوا الاداره وتسوء حاله الفوضى داخل المحافظه ولا داخل الاداره. نعم، لكن سؤال اخير. لان هذه المشكله متكرره في فاقوس وفي منيا القمح ومتكرره في بوقبير. نعم، لكن سؤال اخير سيد. لا لا سيد سعيد، كفر ساري دي على فكره ليست مدرسه المكرميه، لا في مدرسه برضه في نفس القريه اسمها كراجه، مدرسه القريه الابتدائيه فيها نفس الاصناف اللي انا ما جبتهاش، مش موجوده هناك وموجوده في كل المدارس عندها اصناف كتب، كل المدارس، وانا متحمل كل كده، كل المدارس. فين اللي ماسك مديريه التربيه والتعليم في الشرقيه؟ فين الامتحان بعد اسبوع؟ انا عن نفسي جبت نعم. ورق الاجابه طيب. بتاع الصف الثاني. سيد سعيد يعني فقط دعني اسالك هذا السؤال، انت تقول انه لم يبقى الا اسبوع واحد فقط على الامتحانات، هل هذا كلام دقيق؟ ايوه دقيق. السؤال هنا نعم، لكن السؤال هنا نعم، انا حتى 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 نعم حتى استطيع للعالم يعني حتى استطيع ان اوصل وجهه نظرك، لكن وصول الكتب المدرسيه الى التلميذ في هذه الفتره القصيره، ما هو حجم الاستفاده منه الان؟ مش فاهم، معلش يا كابتن، العربيه معديه، رجع السؤال مره ثانيه. يعني اقصد ان اقول وصول الكتب المدرسيه الى التلاميذ الان في هذه الفتره القصيره التي تفصلهم عن الامتحانات، ما هو حجم الاستفاده منها الان؟ هو دلوقتي احنا دلوقتي بنقول هم يستفادوا حتى لو جزء لو ضئيل، وبنتكلم في بنصور القضيه ليه؟ لان ممكن يعملوا كده في الترم الثاني. انت فاهمني حضرتك؟ نعم. ان ده ترم اولاني، الكتب دي كانت من الترم الاولاني، لسه في ترم ثاني لسه ما جبناش فيه نتائج، فممكن القضيه تتكرر في الترم الثاني. انت فاهمني حضرتك؟ نعم نعم. فاحنا بنثير القضيه، يعني هم يستفادوا على قد ما يستفادوا، في نفس الوقت بنتناشى العيوب دي في الترم الثاني. وبعدين يعني انا عايز اعرف دلوقتي ثلاث اصناف كتب ما جاتش. ثلاث اصناف كتب لم تورد للوزاره، كل اداره كفر ساري والمسؤول عن الكلام ده، كل المدارس عندها عجز في الكتب، كل المدارس اي مسؤول في البلد، يا كبير يا وزير يا مدير المديريه يا وزير التعليم، انت فين؟ والكتب الطلبه ما جاتش، اهم نعم. من رغيف العيش. اشكرك شكرا جزيلا استاذ سعيد عدلي محمد، سكرتير مدرسه المكرميه الابتدائيه، كنت معنا من محافظه الشرقيه. وإلى محافظة البحيرة، حيث قررت محكمة جنايات دمنهور التأجيل إلى 30 من يناير في محاكمة اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة الأسبق، وثمانية من قيادات وأفراد الأمن المتهمين بقتل المتظاهرين خلال جمعة الغضب إبان الثورة. وينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي محمد عساوي. محمد، ماذا جرى في جلسة اليوم وما هي أسباب التأجيل؟ جلسة اليوم شهدت المحكمة مبدئيا أثناء انعقاد جلسة محاكمة المتهمين قتل المتظاهرين بالمحافظة، تواجد أمن مكثف وقاوم قوات الأمن المركزي بمحافظة مبنى المحكمة لتأمين جلسات المحاكمة ومنع أي محاولات شغب قد تحدث. قررت المحكمة اليوم تأجيل القضية لجلستي 30 و31 يناير 2013، ذلك عدم حضور المدعين بالحق المدني. كانت هيئة المحكمة أمس قد اجتمعت إلى مرافعة ممثل النيابة والذي وجه تهمة القتل العمد والتحريض على القتل لمدير أمن البحيرة الأسبق مجدي أبو قمر وعدد من السيادات وأفراد الأمن، وأوصت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين واتهمتهم بالاشتراك في قتل المتظاهرين على طريق التحريض بعد اجتماعهم بالضباط وإعطائهم التعليمات بإطلاق النيران
على المتظاهرين من أدى إلى مقتل بعض المتظاهرين وإصابة آخرين، وعقب انتهاء المرافعة قرر رئيس المحكمة تأجيل القضية لليوم للاستماع لمحامي المجني عليهم المدعين الحق المدني. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي محمد عيسوي، كنت معنا من محافظة البحيرة. وإلى محافظة شمال سيناء، حيث قام المحافظ اللواء السيد عبد الفتاح حرحور بزيارة إلى منطقة الجفاشفة بوسط سيناء للاستماع إلى مطالب أهل المنطقة والعمل على حلها، وذلك على هامش حضوره فعاليات مهرجان الهجن الذي ينظمه نادي الهجن بوسط سيناء. كما تفقد المحافظ أيضا العيادات الطبية المختلفة بالمنطقة للوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين واحتياجاتها. وينضم إلينا عبر الهاتف ماهر إسماعيل. ماهر، لو تطلعنا على ما قام به المحافظ اليوم خلال زيارته وأبرز التصريحات التي أدلى بها. نعم الزميل ماهر، بالفعل استمع محافظ شمال سيناء اليوم إلى مشاكل أبناء وسط سيناء، وفي مقدمتها توفير مصادر للمياه الزراعية بالمنطقة. وقام المحافظ بتفقد عدد من المزارع يطول منطقة الجفجافة، وكلف مديرية الري والموارد المائية بإصلاح الأبار المعطلة وسط سيناء بالتنسيق مع مركز مدينة الحسنة، إضافة إلى تحديد عدد من الأبار الجديدة التي سيتم حفرها في المنطقة. كما تلقى طلبات شخصية من المواطنين بأهمها توفير وسائل المواصلات وإنارة، وتوفير قوى بشرية لمديريتي الصحة والتربية والتعليم. وشاهد مهرجان سباقات الهجن الشهيرة في سيناء، واستمع إلى مطالب أعضاء مجلس إدارة النادي، وأبرزها إنشاء طريق ب 2 كيلو من الطريق الرئيسي وحط المضمار، وتوفير مولد كهربائي وأعمدة إمارة وصدادات المضمار، وافق على منح دعم قدره 20,000 جنيه لممارسة النادي الرياضة الهجن التراثية، وقام بتوزيع الجوائز المالية على الفائزين. قام بالموافقة على مطالب النادي بعد أن تقوم لجنة فنية بإجراء معينة للمكان وتنفيذ هذه المطالب. كان المحافظ واضح جليا استياءه خلال زيارته المفاجئة لمستشفى الأرداب القرب ومركز طب الأسر لما وجده من إهمال في البنية التحتية من السباكة والتبريد والكهرباء، إضافة لعدم تواجد نسبة كبيرة من العمالة سواء الفنية أو الإدارية. ناقش مع القائمين على المستشفى احتياجاتهم من القوى البشرية والأدوية لتوفيرها، وذلك لتقديم خدمة أفضل للمرضى، خاصة أن هاتين المستشفيتين واقعان على الطرق الرئيسية وسط سيناء تكثر فيها الحوادث وتبعد مسافات طويلة عن مدينة العريش. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي ماهر إسماعيل، كنت معنا من محافظة شمال سيناء. وإلى محافظة الإسماعيلية، حيث تمكنت مباحث التموين من ضبط سيارة نقل محملة بسبعة أطنان من الزيوت مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها في الأسواق. في شأن آخر، تظاهر اليوم العشرات من العاملين بالشركة المصرية الصينية لصناعة المفروشات أمام هيئة الاستثمار احتجاجا على نقص المادة الخام اللازمة لعملهم بسبب عدم رفض غرفة الصناعات النسيجية السماح لصاحب المصنع باستيراد هذه المادة من الخارج على الرغم من عدم إنتاجها محليا. وينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي يسري محمد. يسري، هل لديك جديد بشأن واقعة ضبط أطنان الزيوت مجهولة المصدر؟ نعم، بالفعل هذه الشاحنة قد تم ضبطها على طريق الإسماعيلية القاهرة، وهي كانت محملة بالفعل بسبعة أطنان من زيت الطعام مجهول المصدر. رجال التموين أو مباحث التموين تحديدا بمحافظة الإسماعيلية هم الذين اشتبهوا في هذه الشاحنة، وعند توقيف صاحبها وتم سؤاله أو استجوابه عن مصدر هذه الكمية المضبوطة لم يقدم أي وثائق أو مستندات تثبت بأنه قد تم الحصول عليها بطريق شرعي، وبالتالي اضطرت مباحث التموين إلى احتجازه وتقديمه إلى النيابة ومصادرة أيضا كمية الزيت المضبوطة لحين انتهاء التحقيقات. هذه العملية هي تتم في إطار ما تقوم به مباحث التموين بمحافظة الإسماعيلية من حملات مستمرة على عدد كبير جدا من الأسواق التجارية داخل المدينة، وأيضا وقف عمليات التهريب للبضائع التي تتم
من محافظة الإسماعيلية إلى محافظة شمال سيناء، حيث تعتبر المحافظتين الإسماعيلية وشمال سيناء محافظتين متجاورتين ويرتبطان بحدود مشتركة. وعادة ما تتم عمليات تهريب للسولار وأيضا عمليات تهريب لعدد كبير من البضائع والسلع المدعمة إلى سيناء تمهيدا لتهريبها إلى قطاع غزة عبر الرفاق. أيضا مباحث التموين تمكنت من تنفيذ نحو 21 حكما قضائيا خاص بعدد من الغرامات التي نعم يسر عفوا لضيق الوقت أريد فقط أن تلقي لنا نظرة سريعة حول أزمة الشركة المصرية الصينية لصناعة المفروشات باختصار إذا سمحت. نعم، هذه الأزمة بدأت منذ عدة أيام بسبب توقف العمل داخل المصنع نتيجة قرارات من غرفة الصناعات النتيجية باستيراد نوع من أنواع المواد الخام التي يستخدمها هذا المصنع، مما تسبب في عدم وجود المادة الخام وبالتالي توقف المصنع الذي يعمل به نحو 150. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي يسري محمد، كنت معنا من محافظة الإسماعيلية. وإلى محافظة مطروح، حيث عقد المحافظ اللواء أحمد حلمي الهيتمي اجتماعا مع مستثمري المحافظة بمنطقة الساحل الشمالي تحت عنوان آفاق الاستثمار والتنمية بمطروح. وتناول اللقاء المشروعات الاستثمارية القائمة حاليا والمستقبلية في المحافظة، والتي تتضمن إقامة ميناء تجاري دولي وعدد من المصانع والمشروعات الهامة التي يمكن أن تدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة. وينضم إلينا عبر الهاتف اللواء أحمد حلمي الهيتمي محافظ مطروح. سيادة اللواء، بداية، ما هي أبرز النتائج التي خرجتم بها من وراء هذا الاجتماع؟ أنا قبل ما هكلم على الاجتماع أنا عايز الأول عشان الناس كلها تعرف والدول المحيطة بينا أن محافظة مطروح الحمد لله مساحتها 166 ألف كيلومتر مربع، وتمتد من الحمام مدينة الحمام إلى السلوم، وموجهة على الساحل 460 كيلو وبعمق 420 كيلو، ولها 8 مدن وكلها مدن تعتبر سياحية. بداية قارة سيوة التي تعتبر أجمل مدن العالم. أنا هنا في محافظة مطروح فيها أنا بوصف بس دلوقتي بوصف هذه المحافظة عشان اقول لكم ان فائده الاستثمار او المؤتمر اللي انا عملته. عملت المؤتمر ده بعد ما انا مريت على كل محافظه مطروح جميع المدن والقرى، وتقابلت مع شعبها العظيم. ونهايه هذا التقابل او هذه الجوله كنت في مرور مفاجئ على اذاعه مطروح، واديت انا حتى منها كلام قبل الاستفتاء، وقلت لهم احنا عايزين، مش انا ما بنفكرش نعم او لكن بنفكر ان احنا لازم تكون ايدينا ايد واحده لا انقسام في محافظه مطروح. نعم، الحمد لله فعلا نتيجه السيرفا ان احنا شعب مطروح كله ايد واحده، محافظه مستقره. نعم سياده اللواء، ما هي ابرز المشروعات التي يمكن بها تنميه المحافظه في الوقت المقبل؟ ايوه، فاحنا عملنا الاستثمار ده بقى للمؤتمر كيف وقته. في حاجات معوقات كانت موجوده للمستثمرين في ادارات التراخيص، فانا عملت حاجه اسمها تصالح، وفعلا بدات اتحرك واتصلت بالقوات المسلحه واتصلت بحيث ان احنا هنسرع في كل المعوقات اللي كانت موجوده بالنسبه للمستثمرين. انا دلوقتي يمكن جاي من جوله مع وفد من الصين، الوفد ده كان الملحق الصيني، وكان بيد شكر من الدبير الصيني دولة الصين، عشان كان في شاب من الصين كان نزل وحصل موقف وانا عملنا انقاذ. فجولة عملت لهم جولة عشان يعرفوا ما هي مطروح، فهم انبهروا بمطروح انبهار كامل. نعم، فانا باذن الله المعوقات اللي المستثمرين خلاص احنا بنعملها وانا معاهم بحيث هنتحرك بسرعة عشان نفتح الاستثمار داخل محافظة الاستثمار. محافظة مطروح ده مفتاح السياحة والصيد، مشروعاتنا مواجهة 460 كيلو، فعشان كده أنا مركز على المشروعات اللي هي خاصة بالصيد والمشروعات اللي هي خاصة بالسياحة.
نعم. وفي حاجة أقولها برضو كنت أنا قلتها قبل كده. نعم. إن أنا اتفقت مع وزير التعاون الدولي أثناء ما كنا بنعمل استلم الأرض هي ابتزال من الأرغام، إن أنا قلت إن العالمين وعلى الطريق منطقة أرض ابتزال من الأرغام، فقلت إن إحنا بإذن الله هنطلب من الدول اللي هي عملت الأرغام. أشكرك. اللي هي إنجلترا والألمان. نعم. والإيطال والإيطاليين. نعم. إنهم يعملوا مستشفى دولي لعلاج المصابين من الأرغام أو اللي هم مصابين في العالم كله، وخاصة طبعا المصريين اللي هم اتصابوا من الأرغام، لكن أنا هعملها إن كل واحد مصاب بأطرافه. نعم. أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء أحمد حلمي الهيتمي محافظ مطروح، وأعتذر لك لضيق الوقت. وإلى محافظة الفيوم، حيث قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية إرجاء البت في الآليات التي تقترحها الحكومة لعلاج عجز الموازنة بالدولة لحين إعداد دراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرار من شأنه تهديد الاستثمار. جاء ذلك في اجتماع عقدته الغرفة التجارية ناقشت فيه أيضا موقفها من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي تزمع الحكومة عرضه على مجلس الشورى خلال الدورة الحالية. وأشاد مجلس إدارة الغرفة بالقانون باعتبار أنه يوفر العلاج الصحي الشامل للطبقة الفقيرة من المجتمع. وإلى محافظة قنا، حيث هدد مزارع قصب السكر بعدم توريد المحصول لعدد من مصانع السكر بالمحافظة احتجاجا على تفاقم الأزمة بينهم وبين هذه المصانع بشأن العقد المبرم منذ نحو 50 عاما والذي يعتبرونه مجحفا لحقوقهم. وينضم إلينا عبر الهاتف العمدة بسام محمد أحمد أحد ممثلي الفلاحين مزارعي السكر في قنا. سيد بسام، ما هي أسباب هذه المشكلة بداية؟ المزارعين قصب السكر في 4 محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان هم قلب صناعة السكر في مصر. احنا بنزرع وبنصنع 60% من احتياجات مصر للسكر البنجة لسكر قصب السكر. المشكلة بدأت من شهر 9 اللي فات، وكنا قدمنا بطلب لسيادة المحافظة عشان يستدعينا السيد وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي ورئيس مجلس إدارة شركة السكر، إلى أن أتى 15/10 وسافرنا مصر على رأس وفد مكون من 4 أفراد منهم 2 نواب حرية وعدالة المهندس إبراهيم عنوتي والنائب عبد الناصر طغيان، وطلبنا مقابلة الباشمهندس حسن كامل وشرحنا له الظروف المحيطة بزراعة القصب في صعيد مصر وهم مستلزمات الإنتاج جاهزت، وبنك التنمية شرح في حوالي 300 قضية في 5 مراكز شمال قنا اللي هم فرشوط ونجح حمادي وأبو تشت والوقف بحصالات قديمة من سنة 2005، ودي تعتبر بلطجة بنوك وعربدة بنوك من أيام ما مسك الدكتور محسن البطران، يعني غرض أنه هو يدمر مزارعين القصب ويدمر زراعة القصب في صعيد مصر. نعم، لكن هذا يدفعنا للسؤال حول تفاصيل العقد المبرم بينكم وبين المصانع، ولماذا لم يتم تغييره طيلة عشرات السنين الماضية؟ وما حدش تعال فينا، قابلنا وزير الزراعة ومهندس حسن كامل والدكتور البطران، وقابلنا وزير الاستثمار ووزير المالية، وقدمنا لهم طلباتنا من 15/10 إلى الآن، حتى الموسم بعد 4 أيام هيبدأ في مصنع نجح حمادي وإدفو كابومبو، إلى الآن ما حللناش مشاكلني. الزراعة السنة دي احنا صفيحة الجاز وصلت 60 جنيه و70 جنيه، المستلزمات الانتاج كلها غلت، المسؤولين ما سألينش فيه، بما فيهم 4 محافظين بتوع سوهاج وقنا والاقصر واسوان. لسه من نص ساعة كنا عند السيد المحافظ عادل لبيب وكلم الباشمهندس حسن كامل لقيناه ناسي موضوعاتنا كلها. وبعدين سعادتك احنا اول طلب طالبينه الاعتراض على ارسال الحوافز من الشركة للبنك، لأن الشركة مدة تفوض البنك أن يأخذ فلوس المزارعين ويسرقها عن طريق الشركة بدون الرجوع لمزارع القصب، والاعتراض على خصم الجنيه والريال اللي بتاخذ المحاصيل السكرية، وده مجموع خصومه على مستوى مصانع الصعيد 18 مليون جنيه ما بيستفادش منها المزارع. ده بلطجة من زمان لبنك التنمية
والمحاصيل السكريه بتبلطج على المزارعين القصب وتخصم منهم بدون مستند من القانون. وعندنا البنك التمر الثمان السنه دي عمل شيكات بنكيه بيمد عليها المزارعين بالجابر. واحنا طالبين تغيير 9 بنود في العقد وطرحينها على الساده المحافظين والوزراء ورئيس مجلس الاداره شركه السكر، والى الان لم يتم حل مشكلتي. فاحنا ممتنعين عن التوريد في صعيد ماسك ومصانع السكر الى ان تحل مشاكلنا بالكامل. نعم، اشكرك شكرا جزيلا بسام محمد احمد، احد ممثلي الفلاحين مزارعي السكر في قنا، واتمنى ان تكون قد وصلت المشكلة إلى إسماع المسؤولين عنها لإيجاد حل سريع لها. إلى محافظة سوهاج، حيث وافق وزير التنمية المحلية أحمد زكي عبدين على طلب الدكتور يحيى عبد العظيم محافظ سوهاج المتضمن تغيير 7 من رؤساء المراكز والمدن والأحياء. وينضم إلينا عبر الهاتف للتعليق حول هذا الخبر الصحفي طه الهوي. طه، ما هو حجم هذه التغييرات بالنسبة لمراكز ومدن المحافظة، وما هو الهدف من وراء هذه التغييرات؟ زميلي محمد ماهر، طبعا الدكتور يحيى عبد العظيم محافظ سوهاج تولى المسؤوليه في الحركه الاخيره للمحافظين منذ 3 اشهر. كتب مطالبا اللواء احمد زكي عبدين وزير التنميه المحليه باهميه الموافقه على طلبه في ضخ دماء شبابيه جديده لقياده العمل المحلي بمدن ومراكز محافظه سوهاج. وكان في مداخلة للجزيرة المباشرة من مصر أكد المحافظ أنه يطالب بدماء جديدة لتحريك المياه الراكدة هنا بمحافظة سوهاج، حيث أن القيادات الحالية لها أكثر من 20 أو 25 عام وهي تتخلد العمل بالمراكز والمدن. تمت الموافقة على طلب محافظ سوهاج بتغيير بعض القيادات، حوالي 50% تغيير قيادات المراكز والمدن. شملت القيادات طبعا تعيين رئيس جديد لمركز جمهورية جهينة، وأيضا مركز جمهورية المنشاء، وأيضا مركز جمهورية دار السلام، ومركز جمهورية تراقولتا، وحي شرق سوهاج، وحي غرب سوهاج، والوحدة المحلية لمركز جمهورية الدرجة. المعينون الجدد من الشباب الواعد الذي من الممكن أن يكونون أيدي مساعدة لمحافظ سوهاج الدكتور أحمد العظيم في تنفيذ خطط التنمية التي يطالب بها أبناء محافظة سوهاج، حيث أن هذه المحافظة محافظة طالبة لأبنائها، وهناك مشاكل كثيرة في تقديم خدمات ممتازة لمواطني المراكز والمدن بمحافظة سوهاج. كانت مسار شكاوى متعددة من آلاف المواطنين لمحافظ سوهاج الدكتور يحيى عبد العظيم. نتمنى أن تكون هذه الحركة عند حسن ظن المواطن. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي طه الهوي، كنت معنا من محافظة سوهاج. ونبقى في محافظة سوهاج أيضا، حيث أصيب نقيب الشرطة محمد محمود الديب معاون مباحث مركز شرطة دار السلام بسوهاج أثناء مطاردته عصابة لقطع الطرق وسرقة السيارات على الطريق السريع سوهاج نجع حمادي. وقد تمكن النقيب والقوة المرافقة له من ضبط أحد أفراد العصابة وبحوزته بندقية آلية، بينما أصيب بطعنات من سلاح أبيض عند محاولته القبض على عنصر آخر. وينضم إلينا عبر الهاتف النقيب محمد محمود الديب. بداية نريد أن نطمئن على صحتك ونعرف ماذا حصل بالتحديد في هذه الواقعة التي أصبت فيها. الحمد لله أنا بصحة جيدة وأحمد الله على كل شيء. وأنا حدث كان في استغاثة من أحد المواطنين بأن أحد أفراد التشكيل عصابة يقوم بمحاولة سرقة سيارته، وقمنا على الفور بالتوجه لإنقاذه ومحاولة القبض عليهم، وبالفعل الحمد لله تم السيطرة على أحد أفراد التشكيل العصابي ورد بخارية مضبوطة، وتم ضبط سلاح آلي بندقية عيار 7-30 في 39. يبدو أننا قد فقدنا الاتصال بالنقيب محمد محمود أديب. على كل حال نشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القصيرة.
في محافظة أسوان وقع المحافظ اللواء مصطفى سيد بروتوكولا مع الدكتور أسامة كامل رئيس هيئة الأوقاف المصرية لتنفيذ 28 مشروعا جديدا في أسوان. وحضر هذه المناسبة طلعت عفيفي وزير الأوقاف الذي قال إن وزارة الأوقاف تسعى إلى بناء الإنسان بناء روحيا ونفسيا حتى يصبح عضوا فعالا في المجتمع. وحذر طلعت عفيفي من خطورة التهكم على العلماء أو النيل منهم، داعيا إلى ضرورة احترام العلماء ورموز الدعوة. وينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي علي توفيق. علي، هل لديكم معلومات عن طبيعة المشروعات التي وقعتها المحافظة مع وزارة الأوقاف؟ نعم، عدد المشروعات التي وقعتها محافظة أسوان مع هيئة الأوقاف المصرية يبلغ 28 مشروعا باستثمارات تتجاوز 11 مليار جنيه مصري. هذه المشروعات تتنوع ما بين مشروعات إسكان ومشروعات تجارية وزراعية وصناعية وسمكية. هذه يعني خطوة جميلة يعني اتخذتها هيئة الأوقاف مع محافظة أسوان بعد التسهيلات التي قدمها المحافظ للهيئة لكي تصبح أسوان بإذن الله قاطرة التعاون المثمر بين الهيئة ومحافظات مصر المختلفة. وزير الأوقاف طالب جميع المحافظات المصرية بأن تمد يدها بالتعاون والتسهيلات لهيئة الأوقاف حتى يتم البدء في إنشاء وتنفيذ مشروعات مماثلة في جميع محافظات مصر. الوزير الأوقاف زار محافظة أسوان لمدة يومين انتهت بالأمس، زار فيها أو تفقد فيها العديد من المشروعات التنموية التي أنشأتها هيئة الأوقاف، وطالب يعني بأن أصدر عدة قرارات بأنه سوف يتم تفعيل قرار عدم غلق المساجد بعد الصلوات بحيث تكون هذه المساجد مفتوحة طوال النهار من بعد صلاة الظهر حتى العشاء لكي تتحول المساجد إلى مؤسسات تعليمية وتثقيفية وليست مكانا للعبادة فقط. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الصحفي علي توفيق، كنت معنا من محافظة أسوان. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام جولتنا في أخبار عدد من المحافظات المصرية. نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.